عايزه باستمرار في كلام يا باشمهندس طرفه صالح جمعه برضه. ما هو المشكله هنا يا استاذ ابراهيم، طبعا انا لا اصادر على حق الاعلام انه يبحث عن الاثاره، ها، وانه بيدور على خبر يكون يشد الناس شويه، لكن الاغراق في انك تاخد انا كنت بعمل حاجه اسمها هوامش وتفاصيل، مقالتك الشهيره في المجال، انك تاخد الهامش تحوله الى سلسله مقالات وتفاصيل، ها. طبعا صالح جمعه كان عنده مشكله مش مع فيلر، مع كل المدربين، ان هو راجل مش منتظم ومش ملتزم ووزنه بيزيد. ايوه النهارده كانوا مراهنين على ان فيلر مش هينزله الملعب، لقوا الراجل بيتمرن ولقوه في الملعب. طب هو فيلر شفته بقى وادي صالح جمعه مبوز ازاي وفيلر مش لانه مضغوط عليه يبقى مش هيلعبه. أيوة. ما هي رساله طلع فيلر قال ايه؟ لما تاخد انت من كلام فايلر يا استاذ ابراهيم في قناه الاهلي برضو، ها، في البيت الكبير، قال ايه لما تسال على موضوع صالح؟ قال لهم لو اني ما بحبش اتكلم على لعيب يعني، بس طبعا ما حدش بيناقش موهبته، لكن هو عنده وزن زياده وعنده لازم يتحرك بشكل افضل للفريق، يعني في شغل تكتيك ولازم يلعب بطريقه تخلي زمايله يقتنعوا انه بيلعب معاهم ولمصلحته. اذا هو شايف فيه امكانياته انه يقدر يعمل ده، لكن دوره جاي هيعمل الطريقه دي ازاي؟ هذا شغل مدربين، مره يقرص شويه، مره يطبطب شويه، مره يكلمه، لكن استباق الاحداث لخلق ازمه. وبعدين يقول لك اصل انا قلت زي ما قلت لكم، كل واحد الحقيقه يقول لك زي ما قلنا لكم، زي ما عودناكم. الحمد لله ما حدش فيهم بيخيب. طيب